السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، والصلاه والسلام على حبيب مصطفى. بون، اليوم حبيت ندوز معكم العشيه، حبينا نديرو عشاء كيف كيف. حاجه اللي بديت بيها قبل كلش، بديت باش ندوز معكم نديرو ان جو. هذا واش نحتاج فيه؟ نحتاج فيه زروديه، ونحتاج فيه سكر، ماء، ونحتاج عصير تاع برتقال وعصير تاع تشينا. دوك نعاود المقادير كيف كيف. فوالا، هاي الزروديه اللي نحتاجها. درت عصير تاع قارص، والعصير تاع تشينا. دونك هنايا واش ندير؟ نحتاج زوج مغارف تاع سكر. ندير المغرفه الاولانيه، ندير المغرفه الدوزيام. وشوفوا كو انا يا مانيش دايرتها بومبي، دونك زيد شويه. نجي هنا ونفرغ عليها الماء حتى نغطي كامل هذيك زروديه. فوالا هكا، هاي اللي خلطها ونديرها طيب. الوغ الوقت هذاك اللي خليت الزروديه طيب، وانا يعني نتسنى غير باش ندير جو، كنت نوجد العشاء. واش درت؟ قليت البطاطا، قليتها، درت لها فلفل كحل وملح، قليتها، حطيتها هنا في هذا البلاطو اللي كنت دايره فيه زبده من تحت، خليتها هنا تقوتي. نجيب الطاس ميكسور تاعي، واش راح ندير؟ راح ندير عندي كامومبير وحليب. ندير هنا، نقطع الكامومبير، فوالا هنايا نقطعها هكا صغيرة. على جال الميكسر نقص منه، فوالا نزيد كمية. وهنا راني كنت درت الملح ودرت فلفل كحل والكمامبير مالح، دونك ما حاش نحتاج الملح اكثر من هكا. نبدلو شويه ليبو، نخرجو شويه من الياء وقت ناتور، نخرجو من كريم فريش. دونك هنا هاي الكونتيتي اللي درتها، وندير عليها الحليب. هاي الكميه اللي نحتاجها. ونجي هنايا باش نميكسي هذا الخليط اللي عندي، نضربو مليح. فوالا، ها الخليط كيفاش ولا ثقيل. هنا واش ندير؟ نجيب انايا هنايا هاد السنيوه تاعي، نسقيها كامل هكا بهذاك الحليب. هنا كي طيب نخليها في الفوق، كي طيب باش ندير عليها البيض. دونك شحلت عليه من فوق لتحت، خليت يطاب في هذاك لو مومون. نجيب 3 حبات بيض، سيبو هنا ما نديرش الملح تاني، قلت لكم الكومونبير وديجا درت في البطاطا يكفي. دونك هاد 3 حبات راني شعلت من الفوق لتحت، نرمي ونخليها تنشف. هذاك لو طون كان طابت الزروديه تاعي، ها هو بالماء تاعها. الماء تاعها وشنو؟ يجي شويه ثقيل. علاش؟ باسكو فيه السكر. واش ندير؟ نميكسيه. هنا راني ميكسيتو كامل، شوفوا كيفاش راهو، راهو سائل. واش ندير؟ جيب باتا ياغورت لو موديل لي المارك لي حبيتو، الا حبيتو خوخ ولا مونغ، الا ما كانش ديرو مشمش، ايسونسييل ان غو خلاص لي حبيتو نتوما. تفرغوه
هلا ونعاود نميكسي. هنا راهو تميكسا عندي هنايا، نحكم ان فيغ ندير فيه عصير تاع التشمه. شوفوا شحال ندير، ندير قليل من القرص سيختو هنا في الموسم هذايا اللي نحتاجو فيه. نفرغو هنايا، نخلط هذا الخليط. دونك اللي يحب يزيد السكر يحبو حلو يزيد عليه السكر، اللي ما يحبش ما يديرش السكر. نخلوه يبرد باش نقدر نديرو مع الماء ونديرو في الطاس. دونك هنايا يبرد لو طون اللي نحط لكم العشاء. وهنا طابت معايا الكغاطه، دوك نقسمها معاكم ونشوفوا كيفاش خرجت لنا. هنايا شوفوا كيفاش جات، ديجا الريحه تاعها راهي معبقه الدنيا ريحه الكامونبير، وجات هشيشه. شوفوا شوفوا جات بزاف هايله، سيوها ما حاش تندموا بزاف، تجي بنينه. دونك واش ندير معاكم دوكا؟ ندير معاكم سلطه عاد الكلاسيك اللي راح ندير فيها. كنت حطيت سلطه بعد ما نشفتها، نحطها هكا في الوسط نشفها كامل مع بعض. حطيت سلطه تاعي هنايا، البصل الخضرة هذه طويلة حطيتها كامل هنايا، شوية لي طومات ثاني كنت قطعتهم. سلطة عادية ما فيها والو، بسيطة تاع كل يوم. قليل من الزيتون هكا، شوية تاع بيطراف ولا سيزونمون لي موريتهالكم هي اللي حندير منها من الفوق. هذه هي كانت سلطه تاعي عاديه ما فيها والو تاع كل يوم. وكان هذا هو عشايا البسيط، ان شاء الله راهو تشوفوا فيه. فوالا نفرغ معكم هذاك العصير، درت معها برج تاع القارص راح نسربيه. وهذا هو كان عشايا البسيط المتواضع، نتمنى ان شاء الله تعجبكم طاولة العشاء، ونتمنى تاني تجربوها. لحقنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله تعجبكم. جوزوا بسلامة البنات، قبل ما نقول جوزوا بسلامة شهيدكم في الجنة. سلام.